ليه ما تستغلش التمويل لصالح اشياء ايجابيه تنهض بها بالاجيال القادمه؟ ليه التمويل يكون موجه بس لكل ما هو سلبي؟ هو فيلم تجريدي يعني، حتى مش ديكومنتري، تجريدي. عارف اللوحه التجريديه، هو حاجه تجريديه كده. لكن احنا طبعا علشان متحمسين لمصر وللنقله الفظيعه اللي احنا فيها. وبعدين بص يا استاذ احمد، برضو ده شاب صغير وعايز ممكن يبقى مختلف او عنده نقله هو. والفيلم ده اتعرض من 4 سنين على فكره. فاحنا برضو من 4 سنين ما كناش متوقعين التطور الفظيع اللي حصل لنا. احنا حصل لنا طفره وتطور في منتهى السرعه ولا يمكن حد ممكن يتخيله.